عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها، لا سيما فيما يتعلق بتوفير عدد كاف من المعلمين على درجة عالية من الكفاءة. وفي هذا الإطار أكد مدبولي ضرورة الالتزام بتعيين 30,000 معلم كل عام على الأقل حتى يتم الانتهاء من سد الفجوة في أعداد المعلمين.